يوم الوفاء للإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الذي يتجدد في كل عام في 31 من آب. وجريا على عادتها تحيي حركة أمل المناسبة بمهرجان رسمي وشعبي حاشد يقام هذا العام في ساحة القصم في مدينة سور، بما تمثل هذه الساحة من تاريخ نضالي وجهادي عريق. وها هي سور مدينة القصم على عهدها وعلى وفائها وعلى احتضانها للذكرى تماما كما احتضنت الإمام الصدر في أواسط القرن الماضي. هذه ساحة القصم هون سنة 74 أقسمنا عشرات الألوف خلف الإمام الصدر بهذه الساحة أن لا يبقى في لبنان محروم واحد. اللجنة المنظمة للمهرجان أنهت الاستعدادات والتحضيرات اللوجستية داخل الساحة وفي الباحات المحيطة لاستيعاب أكبر عدد من المشاركين في المهرجان من محبي الإمام الصدر. فينا نقول أنه تقريبا اكتمل العمل اللي قام فيه فريق من المهندسين وفريق من الفنيين والعمال، وتقريبا انتهى، واليوم يعني لجاي لليل بيكون كل الأعمال اكتملت. التغطية الإعلامية والإعلانية لها دورها أيضا، فخصصت أماكن للمصورين وطاولة للإعلاميين مجهزة بكافة وسائل الاتصال، وسوف ينقل المهرجان مباشرة على الهواء عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. وأطلق على المهرجان هذا العام شعار سلام لبنان لتعبر عن صدق الانتماء إلى الخط والنهج الذي زرعه الإمام الصدر في هذا الوطن ليكون معبرا وجسرا إلى ما اخترناه هذا العام شعارا للمهرجان إلى سلام لبنان. وقد ارتفعت أقواس النصر على طول الطرقات المؤدية إلى مكان المهرجان، ورفعت الصور العملاقة للإمام موسى الصدر والرئيس نبيه بري، كما ارتفعت الأعلام اللبنانية والحركية والرايات واليافطات التي تحمل صورا وأقوالا للإمام الصدر. هذا وستقوم لجان الانضباط بالتعاون مع القوى الأمنية وبلديات المنطقة بتسهيل وصول المشاركين لباحة المهرجان، وستتخذ تدابير سير في محيط المهرجان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.